مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم تويشية رياضية. تويشية اليوم تويشية وش من تويشية. تويشية اليوم فيها بزاف المشاكل. هاد المشاكل اللي واقعة في الراجة، والراجة وما أدراك ما الراجة. هاد المشاكل كيفاش بدات؟ بدات في التدوينات البارح ديال الجماهير الرجاوية اللي مشاو كتبوا حطوا الإنجازات اللي دار السي الأندلسي من نهار شد الإدارة ديال الراجة. هادشي هما اللي قالوه ماشي حنا، قالوا بلي الأندلسي دوا مع الشابي وتنازل على البطولة قبل ما تسالي، موراها دواو على التصريحات الكارثية ديال المكتب القنوات المصرية، دواو على صفقة الرحيمي والمبلغ اللي داروا فيه، وقالوا بلي الراجة ولا سوبر مارشي. هما اللي قالوا ماشي حنا. دواو على الماتش ديال واتزم، غياب لاعبين اللي كاينين مع المنتخبات ديالهم، والقانون ديال الفيفا راه واضح كيقول لك الا كانوا عندك ثلاثه اللاعبين فما فوق مشاو المنتخبات ديالهم تقدر تاجل الماتش بقوه القانون. هادشي اللي ما داروش المكتب، وهادشي اللي غضب جمهور ديال الراجا. دو على ان المكتب صفر قيمه مضافه، صفر موارد ماليه، كما انهم دواو على الطامه الكبرى ديال التونيات اللي داخلين في الارض ديال حسبان، اللي تجي اللي جابها حسبان وعطات رداءة كبيرة ديال الأقمصة ديال الراجا. وهادشي راه قالوه الجمهور وشافوه. واليوم دوب لأن الراجا في التونيات ديالها جاي باغي شي شركة محلية ولا شي معمل هو اللي غيجيب التونيات، ما كاينه لا ماركة لا والو. حنا بغينا نتحققوا من هادشي. عيطنا وعاودنا للمكتب بزز باش شدينا واحد السيد اللي في الاخر قال لنا ما تدوزوش لابيل ديالي، وقال لنا ما تذكروش سميتي. هاد السيد شكون هو؟ بلا ما نذكرو سميتو، ولكن قريب بزاف من الاندلس، كاع هما صحاب مع بعضياتهم. هاد السيد قال لنا السبب الرئيسي في عدم توصل المكتب ديال الرجاء الرياضي مع الاعلام هو بسبب واحد الازمه داخليه خانقه وسط الفرقه. قربت تسالي لا سيزون، قرب الاجتماع الاستثنائي ديال المكتب، وبزاف الناس داخل المكتب ولاو كيقولوا حنا بغينا نوليو الرؤساء ديال الرجاء ونايضه شلاده وسط المكتب. دوا معنا على أزمة ديال ليتوني، وعطانا واحد الحصري وواحد سكوب أن خمسات شركات عالمية داخلة على الخط وحطات الدوسي ديالها الراجا باش تشد الأقميصة، ومازال الأندلسي كيحاول يشوف شناهي الصفقة اللي مزيانة. كاين تصريح ديال القنوات المصرية اللي خرج فيها المكتب، وقالوا بلي أن التصريحات كاملة محرفة، وأنهم قالوا اللي بغاو وفهموا اللي بغاو، وأنهم ما ذكروش القيمة السوقية ديال الرحيمي لهاد القنوات. كما ان المكتب شنو قال عاوتاني؟ قال لك انه واخا هو مكتب مؤقت لكن عمرو ما لغى البرلمان دراجه، وعمرو ما قصى، وانه ما كياخذش قرارات شخصيه. ويلا بغينا نوصلوا لهذا الشيء خصنا نمشيو نعيطوا للاندلسي، وباش توصل الاندلسي راه توصل شي ناس كبار في الدوله وما توصلش للاندلسي. كما انه واحد الامل اللي كان عند الجمهور ديال التجديد ديال بعض اللعابه اللي هما كبار بحال الزنيتي بحال الحفيظي في القائمه طويله، لكن المشكله فين كاينه؟ ان هاد الشخص قال لك باللي الراجا ما عندهاش الموارد الماليه باش تجدد لهاد اللعابه، ان الركائز ديال الفريق غادي يمشيو في الاخر لا سيزون. هنا كيبين لنا ان الفرقه بدات كتشتت. لسوء الحظ هاد هو الواقع ديال الراجا. واقع اخر غندويو عليه هو ديال فاخر، كثر عليه القيل والقال، لدرجة الجمهور ولا بغي يدير 10 دراهم للواحد باش ينقذ الرجاء من المخلفات ديال المكاتب السابقة وديال العقد ديال فاخر. فاخر المكتب أكد لنا، أو هاد الشخص اللي في المكتب أكد لنا واحد لافير، هي ديال أن هاد السيد ما طلبش المستحقات ديالو كاملة في الرجاء، أن الراجل اللي دات الكاف البريم ديالو ما غاديش يمشي لفاخر، انهم مازال في مفاوضات معاه باش يعطيو داكشي بشويه بشويه. الكارثه الاخرى اللي دوالينا على هذا السيد هي ديال واش بصح ولا كذوب الاندلسي ريح مع الشابي وقال ليه باللي ما تلعبش على البطوله وتفيكسا على كوب ضرب. هنا هاد القضيه شنايا؟ هاد السيد قال لنا سيروا عيطوا للاندلسي مره اخرى، هو اللي يوضح لكم، وانني فاش الاندلسي كان كيسيني مع الشابي ما تشاورش معايا وما تشاورش مع الفرقه،
ومتشاورش مع الاداره، وداك الشيء كان بينه وبيناتهم. والفرقه فجاش من مصر ضد بيراميدز، لقات الشابي راسينا ولا عطى الله عطاه. قبل ما نبداو لي زابيل ديالنا للناس اللي بغاو يجاوبونا والناس اللي بغاو يعريو الواقع ديال الفرقه، غادي نشكروا اللعابه على القتاليه ديالهم. ما كيتخلصوش، ما عندهمش لي بريم، بزاف الحوايج، المشاكل ما مجدينش، ولكن مقاتلين على البطوله، مقاتلين على الكاف، ومقاتلين على الكوب ضرب، وباغيين يدخلوا الفلوس للفرقه قبل ما يمشيو في حالهم. دابا غادي نربطوا اتصال باحد المنخرطين وهو في نفس الوقت محامي. غنربطوا الاتصال بعصام الابراهيمي، منخرط في فريق الرجاء الرياضي، اللي غيوضح لنا هذا الامر. الو، السلام عليكم استاذ عصام ابراهيمي. عليكم السلام وبركاته. مرحبا بك استاذ عصام ابراهيمي، مباشره معنا من برنامج تويشيه رياضيه. مرحبا 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 بكم، مرحبا جميع الضمائر. استاذ عصام، قبل ما نبداو معاكم ندخلوا في الموضوع، بغينا نعرفوا استاذ عصام شنو وقع في الرجاء. نحيتاش يعني رجلينا اتصال احد اعضاء ديال المكتب اللي ما بغاش يعطينا، ما بغاناش نذكروا الاسم ديالو، قال لك الفرقه نايض فيها الصداع بزاف، وانه كل شيء ولا باغي الداخل ديالها يولي رئيس ديال الفرقه قبل من جمع العام الاستثنائي. يعني الرجل انتهيش لحظه يعني مرحله استثنائيه انتقاليه من بعد الهروب ديال الرئيس جواد الزيات بعد تخريج الاستقاله ديالو. الان المكتب يقوم بعمل ديال يومي، تدبير يومي ديال المباريات ديال الحجيات ديال الفريق اليوميه. على المستوى النتائي الحمد لله الرجاء بعد ماشي ديال الاستعداد الشاد، وين تنشوفوا يعني هناك يعني هناك يعني نتائج طيبه اللي كالمنافسه على البطوله، فينال ديال كاس الكاف، استعداد كاس، يعني ما وقع اللي وقع في الرجاء هو اللي وقع في هذه السنوات، انا ماشي شي حاجه جديده. غير هو الفرق بيننا وبين الفرق الاخرى هو ان للاسف اننا احنا دائما الاخبار اما عندنا مشكل داخل المؤسسه بانك تخرج اخبار، ولا داخل الاداره تخرج اخبار، واما الرجاء نظرا للجماهير ديالها ونظرا للشعبيه اللي عندها ونظرا لان اي خبر عطيتيه على الرجاء ولا خرج على الرجاء اذا تكون عنده متابعه كثيره. بالتالي تبان لي الرجاء ما كيف ما هي الرجاء كيف ما عرفنا هذه من 2014 دابا راه هي الرجاء اللي كنا دابا. استاذ عصام، اليوم تاكدنا بان فريق الرجاء الرياضي كاينين الناس وسط المكتب ديالها وهما اللي كيسربوا المعلومات وما كيبغيوش يدليو بالاسماء ديالهم. امتى الرجاء تحاول تخرج من هذا الشيء اللي طاري لداخل والناس اللي كيخرجوا المعلومه من وسط الفرقه؟ حيتاش اليوم وصلتنا، اسمح لي قاطعتك، وصلتنا واحد المعلومه اليوم بان الرجاء ما غتجدد لا للزنيتي لا للحافظي لا للولفلي لا للشاكير، ولائحه طويله بسبب الازمه. شوف نقول لك واحد القضيه خصك تعرف، ما يمكنش الرجاء تاخذ يعني لا المكتب ولا شي حد ما يقدر ياخذ هذا القرار وباقي الوقت ديال العقود باقي ما وصلش، لانه اي واحد غيفكر ولا ياخذ هذا القرار ولا يناقشوا راه هذا ماشي مسير، هذا راه يشويش وما يمكنش يوصل وممكن يفكر بحال هكا. لانه حتى الفريق مقبل على البطوله دابا غندخلوا في العد الاخير، اللاعب على استحقاقات كبيره اللي غتناقش هادشي، غتشوش الذهنيه ديال اللاعبين، غتشوش كاين هذا القرار كيتخاد مدى يعني الموسم الرياضي اللي بغى يكمل وكانت عنده كفاءه باش يكمل غادي يكمل، اللي ما عندوش باغي يمشي بالاجواء الرجاء ما وقف على حتى شي واحد. هادشي اللي كاين يعني ما يمكنش هادشي بحال هادشي، انا ما نظنش بانه ممكن خرج ممكن يتخاذ بهذا الشكل وخصوصا في هذه اللحظه هادي. واحد المعلومه اللي بغينا نتاكدوا منها استاذ عصام، ان كاينين شي ناس كيقولوا ان المكتب المؤقت الحالي ديال السي رشيد الاندلسي ولا كيقصي البرلمان ديال الرجاء ولا كياخذ القرارات بصفه شخصيه بلا ما يتشاور لا مع المكتب المسير لا مع منخرطين. اول حاجه هذا ماشي مكتب مؤقت، هذا هو استمراريه ديال المكتب ديال الزياد. لان هذا تتحمل مسؤوليه جماعيه مع المكتب اللي كان فيه الزياد والناس اللي كانوا فيه. علاش؟ لان ما تمش انتخاب وما كاينش لجنه مؤقته، كاين واحد التفعيل واحد الفصل ديال الشغور، لانه في حاله شغور منصب ديال الرئيس يحل محله النائب الاول او النائب الثاني. اذا
المساله ديال المؤقته ما كاينش يحتسب تصريف اعمال او مؤقته او شيء من القبيل، هذا مكتب الناحيه القانونيه الاثر القانوني تجاه الغير كيعاملك لانك انت راه مكتب ديال الزكاه ما في مادام درتي هذه وحده. ثاني حاجه الناس خصهم يعرفوا بان المكتب المديري راه غير مزل باش ياخذ اي قرار بغى ياخذ خصو يتشاور مع البرلمان الفارق. البرلمان الفارق فيه لجان، فيه لجنه قانونيه، لجنه اعلاميه، لجنه ماليه، لجنه تنظيميه، كذا تيقوم حتى هو داخل اذا كانوا بالفعل منخرطين لعندهم الوقت وعندهم كذا الجواب وهذا راه خدامين في هذه اللجان. ولكن القرارات اللي ممكن ياخذ المخالف ديال المصادقه على التقرير المالي المناقشه ديالو وهذا والانتخاب والانتخاب والصوت على الرئيس راه هي المهن ديال المنخرط. لكن احنا داخل مؤسسه الرجاء نضع الفاعليه ديال الرجاء كاين مجموعه من القرارات اللي كانت قرارات المصير هي اللي خص فيها جميع المكونات انها تاخذ فيها القرار، بحال مثلا القرار ديال عدم المقابله ديال الجديده، مجموعه من القرارات ديال عاد ما كناش نلعبوا في الماتش كانت بدون البرمجه في اخر لحظه السنه قبل من هذه. بمعنى ان الاتحاد يعني المكتب راه ماشي ملزم باش انه يستاجر. شوف نقدروا نشوفوا بانه كاين هناك نظرا اللي ما بقاش عدد كبير داخل المكتب، كاين واحد العدد من النصاب القانوني فقط التعود ديال الاعضاء، نقدروا نشوفوا واحد القصور، نقدروا نشوفوا واحد ولكن هذا ما تيعنيش بان يعني راه المكتب خاص ضروري يجمع المنخرطين والجمعيه باش ياخذ قرارات معينه. هو اللي كيتحمل المسؤوليه، حنا كمنخرطين نجيو نجمع العام وتنضاق في القرارات اللي اتخذت اذا كانت صائبه راه تنصفقوا عليها، اذا كانت صائبه راه تنتقدوها وتن. اسمح لي غنقاطعك استاذ عصام واحد النقطه. الرجل الموسم فارض خطا جراه كبيره في مجموعه من اللقاءات خصوصا اللقاء ديال الجديده باش يتاجل. اليوم الرجاء عنده ماتش مع واتزن، اللعابه عنده اللعابه كثار غيمشيو ينافسوا او يكونوا مع المنتخبات الوطنيه ديالهم، منهم الهداف التاريخي ديال الرجاء للاجانب هو مالونغو. لكن المكتب لحدنا ما كانش عنده ديك الجرأة باش يطبق القانون ديال الفيفا ديال انه الا مشاو ثلاثه اللعابه او ازيد الفرق ديال المنتخبات ديالهم يقدروا ياجلوا المقابله بقوه القانون. المكتب ما كانش عنده هذه الجرأة اليوم. مش ممكنش نشوف مسألة، انا ما تنبغيش ندخل في القرارات اللي ياخذ هو. شوف كل واحد وقناته. توصل الجمهور توصل الجمهور ما كاينش كلشي مقتنع بان الراجل ما تلعبش، واخا عندنا الناحيه القانونيه عندنا يعني عندنا الحق، ولكن كاين جمهور ديال الراجل وكيف في بعض المؤخرات حتى خصنا نلعبوا المقابله ديالنا. حنا ماشي واقفين على العاب مالونغو العام اللي فات ولا جوج العام اللي فات، مالونغو راه ما حضرش من بعد الحجر الصحي المده ديال شهرين جو بونس ولا ما حضرش مقابلات كثير بحالهم الرجاء. نفترض جدلا بان بولونغو توعات ولا وقعت لي شي حاجه واش حنا نبقاو نتسناو حتى هذه وحده. ثاني حاجه هو ان الرجاء مقبل على استحقاقات مهمه وعندنا ضيق ديال الوقت. هذا الماتش هذا اللي عندك فيه لاعب واحد ما كاينش مع تاولي مباراه يقدر يكون ماتش ديال الدومي فينال، يقدر يكون ماتش ديال الفينال وتحط لك ماتش بيناتهم بيومين. هذيك الساعات سوغا اوبليجي باش انك تدخل فريق ثاني ولا كذا وتفرج. اللهم الرجاء رابحه ماتش كونتر الجيش الى زعما على استعداد كامل باش تمشي في هذاك الريتم، ما غاتلعبش لحد الجيم ما غاتلعبش لحد الاخر. بالتالي كان هناك قرار ديال المكتب باش انه يتلعب الماتش الخوف من انه ممكن انه في ماتش تحقق مقابله ولا ما يكونوش لعابه واجدين ولا تحقق شي مقابله في وسط يجيو شي مقابلات مهمين. فقرار يبقى قرار ديال المكتب. وسمعنا بانه كان هناك اتفاق بين رؤساء الفرق باش انه جميع المباريات تلعب في وقتها، لانه حنا مضروبين بالنهايه ديال الموسم خصنا هذا كاين كاس العرش خصنا في التاريخ في وقت معين. وبالتالي انا شخصيا باش نحترم هذا القرار وكل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. إذا ربحت الرجاء اليوم راه داك الشيء اللي بغينا الشيء اللي قرار كان صائب، إذا ما ربحاتش المكتب راه غادي يتحمل المسؤوليه. استاذ عصام ابراهيم قبل ما نختموا معك بغينا ناخذ الراي ديالك في واحد القضيه. ما لاحظتيش ان التصريحات اللي كانوا ديال الناطق الرسمي في احد القنوات المصريه حول القيمه السوقيه ديال سفيان الرحيمي ما كانش مستفزه شويه للجمهور؟ شوف كما قلت لك قبيله راه ما يمكنش تتناظر بان المكتب
يكون يعني كامل كلنا ما انا سمعت انا ما سمعتش مباشره قيل لي لان الناطق الرسمي قال بان انا هذاك الناطق الرسمي انا من نهار خذا المهمه وانا ما اتفقش معاه يعني ما تنشوش بان متوفره فيه شروط ديال لا كومونيكاسيون شروط ديال 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 الحوار ولا التواصل مع وسائل الاعلام في زعما تي هو ممكن يدير شي حاجه اخرى من غير انه يكون رئيس عملي لهذيك ما خاصهاش تاب ما خاصهاش تناقش هذه المساله المساله ديال الرحيلي ما خاصهاش تناقش كاع المساله التواصل لان ما ماشي من ماشي من ماشي من استراتيجيه ولا التسويقيه ولا الناحيه الدبلوماسيه انك تناقش الوضعيه ديال اللاعب بمستوى غادي في تطور كبير وعليه عروض كثيره فإذا كنت بغيتي ترفع السومه ديالو ماشي هو هذاك الرساله ديالك واضحه استاذ عصام ابراهيمي شكرا بزاف حتى كنتي معنا مباشره في ماسينك راديو وكنشكرك مره اخرى حتى مررتي معنا ووضحتي لنا مجموعه من الامور شكرا شكرا خويا سفيان وتبارك الله عليكم والله يوفقكم في هذا المنبر الاعلامي الجديد ومسيره موفقه ان شاء الله شكرا بزاف استاذ بهذا مشاهدينا كان تصريح ديال الاستاذ عصام الابراهيمي احد منخرطي فريق الرجاء الرياضي اللي وضح لنا مجموعه من الامور اللي كنا تطرقنا لها من قبل وبين لنا ان اي حاجه تاخذها المكتب المسير برئاسه رشيد اندلسي كيتحمل المسؤوليه فيها كما ان تصريحات ديال الناطق الرسمي ماشي في محلها وان المنخرطين كيلاحظوا ان المكان ديال سعيد وهبي ناطق رسمي ديال فريق الرجاء الرياضي ماشي هذاك هو المهام اللي خاصو يتكفل بها لانه ماشي ما عندوش كما كنقولوا القوام والسمات باش يكون ناطق رسمي ديال فريق الرجاء الرياضي دابا غننتقلوا لاحد المنخرطين اخرين اللي كنعرفوه معارض للمكتب الحالي ديال فريق الرجاء الرياضي ومعروف بالجرأة ديالو في الحوار هو السير رضوان الرامي انا غنربطوا الاتصال بالاستاذ رضوان الرامي الو السلام عليكم استاذ مرحبا بك استاذ معنا مباشره في برنامج تويشيه رياضيه على ماسينك راديو مرحبا راه ما تنسمعكش مزيان دابا كتسمعني مزيان استاذ كنسمعك شويه مزيان استاذ بغيت نسولك حنا كنعرفوك بانك منقرض فريق الرجاء الرياضي وكنعرفوك بالجرأة ديالك بغينا نعرفو استاذ شنو واقع في الرجاء دابا هاد القيل والقال كثر على الرجاء بزاف الرجاء بخير على خير غدا مزيان كيربحو مكلاصين هما الاولين مكلفين لهاية ديال كأس العرب غادي يمكن مزيان خصنا الفلوس هادشي اللي كاين استاذ غير هو واحد واحد الشخص من المكتب المسير ما بغاش يتكلم بغاناش نذكروا الاسم ديالو تواصلنا معاه اليوم خرج لنا شي معلومات وبغينا نتحققوا منهم قال لنا باللي كاينه ازمه ديال الاشخاص في الرجاء وان الان كلشي ولا باغي يولي رئيس وسط الرجاء وان قبل من الجام العام الاستثنائي كلشي كيغوت كيقول لك انا الاحق باش نكون في الرئاسه في بلاصه الاندلسي وبغينا نتاكدوا من هذه المعلومه لا شوف الازمه ديال نادي الرجاء الرياضي راه ماشي مساله اللي مخزونه ماشي سر كلشي عارف بان راه كاينه ازمه ماليه نتيجه المجموعه ديال الاوضاع منها الازمه ديال كورونا اللي مابقاش التيران تيدخل العائدات ديال التيران اللي كانت تدخل مابقاش لي سبونسور حتى هما كديروا مقلات هادشي كلشي نتيجه الازمه ديال كورونا ازمه ماكش على الانعزال او الحماس ما كاينش ولكن كاين مجموعه ديال المشاريع ان شاء الله اللي غادي نقول انها تدر على فرق الرجاء الرياضي واحد السيوله ماليه بالنسبه للمساله اللي قلتي ديال الجمع العام باش يتخذ رئيس هذيك المساله غادي تشوف وقتها كيما عرفتي ان الجمع العام ما كانتش كان الحظر اللي كنا كله عارفينه دابا من بعد ما خرج القرار ديال الدوله على انه غادي يوقع التخفيف من داكشي وغادي يمكن ان تكون هناك الجمع فما انا نقدر نتصور انه يقدر يكون الجمع العام في القريب العاجل مثلا دوغ موا دوغ دي موا يقدر يولى عند نهايه الموسم الرياضي يقدر يكون الجمع العام ديال نادي الرجاء الرياضي ومن هذيك الساعه ربما تكون هناك مجموعه تكون لائحه ولا جوج لوائح ديال الناس اللي عندهم مشاريع تهم تصير داخل نادي الرجاء الرياضي اللي غادي يتقدموا بها كمقترحات ديالهم ولا كمشروع ديالهم انتخابي هادشي كاين استاذ اسمح لي قاطعتك واحد المشكله اللي كاينه في الرجاء حاليا هي ديال ان اشخاص من المكتب المسير كيخرجوا داكشي اللي كيوقع في المطبخ الداخلي ديال الرجاء حنا شي ناس من المكتب وصلونا واحد المعلومه ان لاعبين امثال الزنيتي
امثال الشاكير الحافظي الورف اللي ما غيتمش التجديد ديال العقود ديالهم بسبب الازمه. بغينا تاكدوا من هذه المعلومه واش بصح ولا لا، خصوصا ان الفرقه الان في مرحله حساسه. شوف انا كراس القانون كنامن بواحد المساله وهي الوثائق. هاد الناس اللي خرجوا لك هاد الهضره ربما انهم لخايتين في نفسهم، ربما انهم بغوا يخلق البلاد داخل المكتب المسير، ربما انهم عندما كيحظوش بواحد جزء من المهام اللي كتعقل داخل المكتب المسير، ربما ان عندهم مشاكل مع الرئيس كيخرجوا هذه المسائل اللي يمكن لك تيقن فيها هي ملي تشوف هذاك العام خرج من الوثائق. يعني تقول لك انا ما بغاش نستعقب ديالي مع الرجل باسكو ما خلصتوش، يعني هذه كلها كتبقى كلام لا اثبات عليه. انا كراجل القانون تنامن بالوثائق. كاينه مجهودات ديال المكتب المسير من اجل انهم يشدوا مع واحد المجموعه ديال المعالي، وحتى هاد اللاعبين ديال العقود ديالهم مقربه الثانيه ما عندهمش فين غادي يمشيو. الا بغاو يلقاو داخل المغرب في المغرب فين غادي يمشيو؟ ما كاينش ما حسن من راجع حاليا. داكشي اللي كاين يعني الا هضرنا في الواقع الفارق اللي منظم، الفارق اللي عنده تركيبه بشريه في المستوى الكبير، والفارق اللي عنده بونديتوس مزيان هو فارق الرجاء الرياضي. هذه كلشي تيجي كلشي تيقولها. اللي باغي يحترف بصبر، ولكن هناك قوانين اللي دايرها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، كاين القانون ديال 3009، كاين هناك مجموعه ديال القوانين اللي كيخدعوا عليها هاد اللعابه. راه اللي غادي يمشي يحترف راه في هذا الحال راه غادي يخدع لواحد النظام اللي داخل المكتب المسير، ومن اللي غادي يبغي يمشي يحترف راه بيان سور المكتب المسير تيكون طارق. دونك هذه المساله اللي تيقول لك واحد ما بغاش يشد باسكو ما خلصوش، هادشي كلشي كيبقى كلام في كلام. لان كنقول لك انا في غياب الوثائق اللي غتثبت هذا الشيء، اللي غتثبت هذا الكلام هذا، راه تبقى غير مسائل هضره استهلاكي وصافي. كلام استهلاكي فقط. احنا محدنا وسط كندويو على اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي اللي تبارك الله عليهم دايرين واحد المجهود كبير وغاديين بالفرقه مزيان. بغينا نعرفوا ان واحد التصريحات خرجت مؤخرا في قنوات مصريه ديال الناطق الرسمي ديال الرجاء حول القيمه السوقيه ديال سفيان الرحيمي، ما لاحظتيش ان التصريحات على الرحيمي كانت مستفزه شويه للجمهور؟ المساله ديال الاحتراف ديال سفيان الرحيمي والقيمه السوقيه ديال الرحيمي عند الاهلي. شوف تقدر تكون المساله صحيحه، تقدر تكون هناك محادثات ما بين المكتب المصير والمسؤولين ديال النادي الاهلي. انا علاش لماذا المستوى الكبير اللي وصل ليه سفيان الرحيمي داخل الرجاء الرياضي لا هو ولا مونالدو، بمعنى هو مونالدو بمعنى انهم غيكونوا هاد الناس هادو غيكونوا في التفكيره ديال واحد المجموعه ديال الفرق لا داخل المغرب ولا خارج، ولكن شي حاجه رسميه داخل النادي الرجاء الرياضي حتى الساعه باقا ما كاينش شي حاجه اللي هي رسميه بالوثائق بالانتروف واحد المبلغ ولا انتروبوزيسيون ديال هاد بغينا ناخذ اقتناء هذا اللاعب وهذا المبلغ اللي كنقترحوا ولا الاتصال ما بين الوكلاء ديال اللاعبين حتى شي حاجه اللي هي رسميه في العلم ديالي انا مازال ما كاين. وقضيه اخرى بغينا نطرقوا لها معك استاذ هي القضيه ديال الاقمشه ديال الرجاء. كنعرفوا ان الجماهير الاقمشه ديال الفريق راه فريق مسيان الاقمشه ديال النادي ليتوني ديال الفرقه، وكنلاحظوا ان في لافان ديال المواد جوان غادي تسالي الكونترا مع ليجيا، وان لحد الان الفريق ما سينا مع حتى شي شركه، وان الجمهور خايف على هذه القضيه وخايفين لا تجي غير شي شركه مغربيه عندها شي تونيات اللي يكونوا رديئه، هذا الشيء خايف منه الجمهور بزاف. قلت لي على اللوغو واش على اللوغو ولا على ولا على الاقمشه؟ على الاقمشه ديال الفريق، على اقمشه الفريق، ان الكونترا غتسالي في لافان ديال السيزون. هذه مسألة إدارية، هذه مسألة تتعلق بالنظام الإداري داخل النادي الرجاء الرياضي وبالتعاقدات ديال المكتب مع المستشارين ومع المزودين ديال الفريق في الأقمشة الرياضية. أنت كتعرف بأن الرجاء الرياضي عنده عقد مع المزود اللي كيجيب ليه الأقمشة. إذا كان اقتناع داخل المكتب المسير على أن هذه الأقمشة لا ترقى إلى مستوى، خصوصا أن الرجاء الرياضي تيلعب على مجموعة ديال الواجهات، تيلعب على البطولة الوطنية والكؤوس الإفريقية والبطولة الإفريقية، دونك خصو تكون عنده واحد البدلة رياضية اللي كتشرف واللي كتمثل المغرب خلال التمثيل. وبالتالي إذا كان المكتب المسير وصل لهذه القناعة بأن راه هذيك البدلة الرياضية خصها تمثل، راه غادي يكون إجماع بطبيعة الحال، راه غادي تشوف الفورنيسور اللي غادي يكون بلو الفورنيسور زعما اللي بلو كاليفي باش يصاوب لك البدلة ديال النادي الرجاء الرياضي، لأن كيما قلت لك أن الرجاء الرياضي كيلعب على مجموعة الواجهات وخص تكون عنده واحد البدلة، يكون عنده واحد القميص يشرف لا التاريخ ديال الرجاء الرياضي ولا كذلك الدولة المغربية. قبل ما نختموا معك أستاذ، بغينا الرسالة اللي توصل لجمهور الرجاء الرياضي من عندك، وشنو هو تبغي تقول لجمهور الرجاء الرياضي على باش يكونوا مرتاحين من جهة الفرقة ومن جهة نادي الشعب؟
اللي غادي يمكن نقول بعدا اننا كنحييو الجمهور واحد التحيه كبيره من خلالكم لان شحال ما التقينا بالجمهور خصوصا في غياب الاقفال ديال الملاعب وان شاء الله غادي يكون عندنا لقاء معاهم قريب ان شاء الله في صالة تفتح الملاعب. اللي غادي نبغي نقول لهم هو ان الوضعيه داخل فرق الرجاء الرياضي حتى ولو كانت هناك ازمه ماليه حتى ولو كانت هناك مجموعه من المشاكل ولكن راه الوضعيه بخير وعلى خير خصوصا ان من الجانب الرياضي احنا هما الاولين احنا يعني احنا المؤديين الخبيين غادي نصح الطريق مزيان ان شاء الله. كاينه مجموعه ديال المشاريع وكاينه مجموعه ديال البرامج اللي كتهم المكسب المثير واللي كتهم المستقبل ديال المكسب المثير داخل الرجاء الرياضي. حنا خدامين حتى نشتغلوا حنا كمنخرطين كنشتغلوا باش اننا نحاول ما امكن اننا نكونوا في المستوى الكبير في الجبل العام ونقدموا واحد المشروع نقدموا واحد الرئيس ونقدموا واحد البرنامج اللي غادي يكون في المستوى ديال فريق الرجاء الرياضي. وكاين حتى مستشارين جداد ربما اننا نعشوا خزينه المشاريع اللي كاين شكرا داخل المشاريع اللي كاين. شكرا لك بزاف استاذ رضوان الرابي. مرحبا اخي مرحبا اخي الفكره ديالك كانت واضحه. مشاهدينا كما لاحظتوا معنا هنا مجموعة من الأمور طرقنا لها حول فريق الرجاء الرياضي حول المشاكل اللي فيها حول الحلول اللي توقف عليها المكسب المسير. كانوا بعض الأجوبة على فريق على الجمهور ديال فريق الرجاء الرياضي وصلنا اليوم. الشكر الكبير اللي خصنا نشكره اليوم لجمهور فريق الرجاء الرياضي لحنا كإعلاميين والشكر خص يكون اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي اللي كيقوموا بمجهودات كبيرة على الرغم من ضغط المباريات كيلعبوا على ثلاثة واجهات كبار البطولة الكاف وكأس العرب كاملين غادي فيهم مزيان رغم الأزمة المالية رغم لي بريم ديالهم ما كيخدمش في الوقت شحال من حاجة رغم أنهم العقود ديالهم قربت تنتهي إلا أنهم غادي إن بون بيرفورمانس كما كنقولوا. بهذا مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية توشيات اليوم. بالسلامة عليكم.